لديك البيئة المناسبة ربما في العالم الفني ولكن هذا لا يمنع أن لك أيضا ملكة خاصة تجويد القرآن الكريم نعم والله من صغري كنت متأثر بأصوات المجودين القرآن وتعلمت وحفظت منهم لكن لست محترف نعم لكن بنفس الوقت من محبي التجويد والتجويد يعني بيساعد كثير خارج الحروف, الحروف. أكيد. أكيد نعم أكيد